هذا هو الاجتماع الثاني للعتبات المقدسة الذي يقام ولله الحمد في كربلاء المقدسة في العتبة الحسينية المقدسة، بعد أن أقيم قبل سنة في مشهد المقدسة في العتبة الرضوية. هذا الاجتماع ركز وسيركز إن شاء الله في تفاصيله على خدمة الزائر، وهو أمر مهم جدا. العتبات المقدسة ستتفق على جملة إجراءات وقرارات تطور فيها خدمتها للزائر، وهذا من الأمور النافعة جدا التي ننتظرها، ونرجو أن يوفقوا إن شاء الله لبلوغ أفضل مستوى لخدمة الزائرين على اختلاف جنسياتهم وأوضاعهم الاجتماعية المختلفة. الزائر مهما كان هو محترم ومقدر في كل عتبة من تلك العتبات. هذا المؤتمر الثاني الذي يعقد في كربلاء المقدسة سيصدر عنه بيان مشترك يبين أن الخدمات التي تقدم للزائرين هي لا تقدم فقط لأتباع مذهب أهل البيت، ولا تقدم فقط لجنسية معينة أو أصحاب بلد معين، إنما ستقدم للناس كافة بغض النظر عن انتماءاتهم المذهبية والقومية والمذهبية بل حتى الدينية. لا شك أن طبيعة المشتركات الولائية التي تجمع العتبات المقدسة أولا، ووحدة الأهداف لها ثانيا، وضرورة إظهار ذلك ثالثا، تقتضي نوعا من العمل والنشاط المشترك الذي تستكمل فيه ومن خلاله مهام هذه العتبات. فقد بني النظام الكوني على استكمال بعضه لبعضه الآخر، حتى أصبح البعض لا طريق له للكمال ولا سبيل له للأداء والارتقاء إلا بضميمة البعض للآخر. والسبيل لنا لتحقيق المراد والمأمول إنما هو باستكمال بعضنا للبعض الآخر، فبذلك سينهض الضعيف بالقوي، ويستكمل الناقص بمن يترقى في مدارج الارتقاء والكمال، ويقوى الجميع على أداء مهامه. وبعد أن تم التداول فيما هو الأولى بالعمل المشترك وحررت وثيقة العمل بذلك، نقول لابد لنا لتحقيق هذا العمل المشترك من مقدمات. الأولى، لابد من توفر الإرادة الجادة للعمل المشترك والاعتقاد بجدوى ذلك وأهميته، لتنبعث الهمة والعزيمة والرغبة الفاعلة والمؤثرة للمضي قدما في هذا الطريق. الثانية، الثقة بالقدرة على تحقيق ما هو أفضل من خلال العمل والنشاط المشترك. الثالث، تشخيص موارد العمل التي يمكن تحقيق النجاح فيها عاجلا، لتحصل الثقة بجدوى هذه اللقاءات وفاعليتها. اليوم ننقل خطاب النبي صلى الله عليه وآله، إذ أن خطاب إن شاء الله الوحدة والمحبة وجمع المسلمين الذي ضحى من أجله الإمام الحسين عليه السلام بدمه، من أجل أن يشهر للناس أن الدين هو دين النبي صلى الله عليه وآله، وهو دين السلام ودين الإسلام. الحمد لله في هذه الأيام نحن لم نجد اطمئنان في سامراء وفي كربلاء لولا جهود المجاهدين في ساتر الجهاد وفتوى المرجعية العليا في النجف الأشرف. الحمد لله أعداد الزوار جيدة في سامراء، هناك تزايد واضح جدا، ولا بد أن نساعد في زخم هذه الزيارة لأنه يثبت الأمان في البلد ويورث الاطمئنان للزائرين ولأهل البلد لأهالي سامراء الكرام. من المخجل والمؤسف والمخزي أن يتصدر المشهد في العالم الإسلامي خطاب يشك أصلا في أنه قد صنع بليل في مطبخ بريطاني ذات يوم، ويريد أن يعلم الناس التوحيد، ويدعي أنه يريد أن ينقي
التوحيد عند كل المسلمين من شوائب الشرك. بريطانيا صارت حريصة على التوحيد بهمة هؤلاء الوهابيين. أنا أدعو هؤلاء الوهابيين إذا كان لهم عقل أن يعودوا إلى عقولهم وأن يعودوا إلى ضمائرهم وأن ينسلخوا عن هذا الفكر المغلق الجامد السطحي القشري، وأن ينفتحوا على مدرسة أهل البيت عليهم السلام التي ما رفعت يوما إلا شعار التوحيد بين المسلمين، وأن تصب جهودهم لصالح القضية المحورية الكبرى لهذه الأمة وبما يعزها ويكرمها وبما ينفتح بها على البشرية جمعاء.